كانوا واش معانا حتى اللي فهمت كان شويه واحد الاستاذ سميتو خاف الله ماشي حتى الاجتماعيات خدام شويه علاش بالنسبه للاساتذه كانوا ماشي هما هذوك شنو اللي كان كاين المشكل؟ كان السياره فهمت داكشي علاش ما خلاونا غنقلوا له والو قالوا بان اليوم كان مطلق اللعب وكانوا التليفونات كان شويه التليفونات ولكن اللي حصل يود فهمت كاينش داكشي بالنسبه لواحد الدار 20 ضربوهم بعامين نافذ بالنسبه للايامات المقبله اللي دوزت فهاد اليومين اللي فاتت كان زين كان كراسي لا يحولي واحد الحياه اما بالنسبه لشي حانت بعد ما مشاو لو بوان فيل ديال حنايا المتشاليات اللي فاهمين مزيان مشا هما تقنينا في زيت مشاو بوش الشاليات صعبوهم خلونا واحد العقريشه اللي صعبوهم مازال في مقصه شويه سهله ولكن غاس للوبي ان شاء الله فرص بالنسبه للاساتذه سبيت راه عاملين بريباري غير دوز بالنسبه للاساتذه تعاونوا معكم شويه ولا كان شويه الزياره؟ الاساتذه كاينين زوين يعني هو حنا ما معولناش الاساتذه فهمتي كان شويه الزياره كيف بعدهم كيش وكاين اللي عاقبه وكاين اللي ما عاقبش كان دازت النقله شويه؟ لا لا مزيان واحد ما دازش كاين صحابي صحابي دوزوا النقله خلاهم يجيبوا شويه التليفون كاين اللي دوز كاين اللي كيتعاملوا على حسب الحسيه كل واحد اللي حصلوا عامين ما كانش هذاك الشيء صعيب ولا شيء بينه وبين يعني مش انا ولا كان واحد البريباري فاهم راه غادي يخرب ما كانش بغيت البريباري وهذاك الشيء راه غيجي بطبيعة الحال بالنسبة للأجواء اليوم كانت صعيبة شوية ولا كانوا طارقين لكم اللعب؟ لا بصراحة هما في الصباح ديال المواد كانوا بقاصين المواد كيكونوا بقاصين فاك كيكونوا مصعبين هذاك الشيء يعني قلت لك فيزياء قلت لك داز صعيب ما درتش فيك والو لكن اليوم لا ساهل لا زبيد ما عرفتش علاش داز ساهل باش نلقاش بي بي اي جاني ساهله شنو لقيتي صعيب المره الاولى؟ ها؟ شنو لقيتي صعيب؟ حيتاش ما نقلتش ما نقلتش غير نقول لك ساهل اليوم حيتاش ما نقلتش قلت لك اليوم ما نقلتش راه ساهل باش توصلوا بجديد سافي ناو ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.